يوم القدس العالمي فخر الأمة الإسلامية والأحرار حول العالم، يوم الثبات بوجه الكفرة والمستكبرين والطامحين لتغيير هوية الأرض وإبادة أهلها في فلسطين. القدس أساس الصراع وأصل كل الحكايات والمؤامرات والغايات الصهيونية والأمريكية، وحتى بعض العرب المتصهينين الذين يحاولون دوماً التقليد من أهمية هذه القضية واعتبارها مسألة تفاهمات سياسية وبيانات وشجب واستنكار. لكن دائماً ومنذ أكثر من 4 عقود منذ إعلان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه تسمية آخر جمعة من شهر رمضان المبارك باسم يوم القدس العالمي، تتكسر كل المؤامرات في هذا اليوم ويعلو صوت القدس وأهله وصوت الأحرار بأغلب دول العالم عالياً رافضاً لكل هذه المحاولات، مستبشراً ومتيقناً بقرب نهاية هذا الكيان الغاصب، رافعاً شعار هذا العام من طوفان الأقصى إلى طوفان الأحرار. حياكم الله مشاهدينا الكرام بهذه التغطية الخاصة عن هذا اليوم العالمي، والتي سنبحث من خلالها عن أهداف هذا اليوم وأهداف إحيائه ومسببات هذا الإحياء بالنسبة للشعب الفلسطيني ولكل الأحرار حول العالم، وكذلك تأثيره على الكيان الصهيوني. رحب بالاستوديو بالشيخ الدكتور حيدر الشمري أستاذ العلوم السياسية، حياكم الله شيخ، وكذلك الأستاذ إبراهيم السراج الكاتب والصحفي ينضم لنا عبر الأقمار. بداية شيخ، ونرجع لأصل هذا اليوم وأصل إعلان هذا اليوم، منذ إعلانه في عام 1979 بعد عودة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى طهران وانتصار الثورة الإسلامية، فما هي الفكرة من هذا اليوم وأساس إحيائه رغم الظروف في تلك الفترة الزمنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تحية لك سيدي الفاضل، وتحية لضيفك الكريم، وتحية لقناتكم الكريم ومشاهديه الكرام. الإمام الخميني، ولعله أقول خلنا أرجع بعد أكثر بدائرة أوسع، كل علماء الشيعة على مدى تاريخ حركة الشيعة وعلى مدى ما حدث في فلسطين من من منذ احتلال فلسطين، نجد أن علماء الشيعة أثبتوا دائما على أنهم دائما واقفون على خط الصد الأول، وأنهم هم من يعنى بهذه المشكلة، وأنهم لا يتخلون عن قضية فلسطين، أولا باعتبارها قضية تموت بالواقع الديني باتصالها على أنها أولى القبلتين، على أنها مسرى النبي صلى الله عليه وآله، على أنها واحدة من الرموز أو واحدة من الأماكن الدينية المهمة جدا عند المسلمين، بل عند جميع الديانة الثلاثة التوحيدية. وهناك يعني وهناك خلفية تاريخية واتصال تاريخي مع هذه المنطقة من الجانب الديني. السيد الإمام الخميني كأنما أراد أن يقول ليست فقط علاقتنا بفلسطين كذلك على أنها هي هناك ارتباط ديني، وإنما هناك ارتباط بمسألة الإنسانية. يجب أن الجمهورية الإسلامية، وهذا ما أصر عليه السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حينما وضع الدستور، على أنه من واجب الجمهورية الإسلامية أن تدافع عن جميع حركات التحرر في العالم ما دام أنها تطالب بحريتها. هو يركز على أنه يجب أن تكون الجمهورية الإسلامية هي راعية لكل حركة إنسانية في التاريخ، وهذا واحد من بنود الدستور الإيراني، ووضعه حتى لا العملية تتحول إلى مجرد كأنما حركة عاطفية. اليوم ممكن أن الجمهورية تمتثل لأمر الولي الفقيه، تمتثل لقائد الثورة الإسلامية، ثم بعد ذلك قد لا تمتثل وقد ممكن تتغير المواقف. لا، هذه فقرة من فقرات الدستور الإيراني على أنه يجب أن تكون هذه الجمهورية التي تتصل بأهل البيت سلام الله عليهم، والتي ترتبط بهذه الحكومة العالمية، الحكومة العالمية سابقا حكومة النبي صلى الله عليه وآله وحكومة أمير المؤمنين سلام الله عليه، اللذان طالبا بحقوق الإنسان وطالبا بحريات الإنسان واحترم الإنسان واحترم حقوق الإنسان في ذلك الوقت، وأن تكون هذه هي البداية والمنطلق لدولة العدل الإلهي التي سوف تأتي بعد ذلك وتملأ الأرض قسطا وعدلا. هم لا يتصورون أنفسهم. أنا أتصور هكذا، أقرأ شخصية مثل شخصية سيد الإمام الخميني أو السيد القائد الخامنئي، هم
لا يتصورون أنفسهم مجرد علماء دين وظيفتهم أن يصدرون فتوى تتعلق في القضايا الحياتية. ما هو هذا السؤال دكتور، أن الموضوع يتعلق فقط في الجانب الديني وحتى الجانب الإنساني؟ لا لا، السيد الإمام لا ينظر لذلك، هو ينظر كأنما أنا هيك أقرأ بثلاثة أركان رئيسية. الركن الأول أن هذه القضية، قضية فلسطين، هي قضية دينية، قضية دينية على أنه مثل ما قدمنا يعني. والجانب الثاني لا، على أنها قضية إنسانية، ونحن تكفلنا ووضعنا بندا في الدستور، يعني هذا الكلام كأنما على لساني، أنه هو وضع بند في الدستور أن يدافع عن كل حركات التحرر، عن كل المظلومين، أن يدافع عن كل المهضومين في العالم، واحد من عندهم الشعب الفلسطيني من هؤلاء المظلومين. مرة ثالثة هم يقولون لا، أننا يجب أن نصور للعالم، بل نوضح للعالم أننا ليس أناس طلاب سياسة وطلاب سلطة وطلاب حكم، إنما نحن نسير بخطوات تمت بصلة لدولة العدل الإلهي، هي دولة الدولة الخاتمة أو دولة الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، لأن نعتقد أن الله متى سوف يبعث الإمام المهدي، أو أن الله لماذا سوف يبعث شخصية الإمام المهدي سلام الله، لتحقيق العدالة الإلهية. وواحدة من واجبنا حتى نسير في ركاب الإمام المهدي ودولة الإمام المهدي أن نطالب بالعدالة الإنسانية على وجه الأرض، وواحدة من مطالباتنا أن نقول يا ناس، هؤلاء شعب مظلوم، هؤلاء شعب مهضوم، هؤلاء شعب غصبت أراضيهم، غصبت أملاكهم، غصبت حرياتهم. هذا ما يتم تأكيده دكتور في كل سنة من خلال يوم القدس العالمي. أنتقل بالسؤال إلى أستاذ إبراهيم السراج، أرحب بك مرة ثانية. من الناحية الإعلامية اليوم هذا التأكيد وهذا التفاعل الكبير من أغلب دول العالم وكل الأحرار حول العالم بيوم القدس العالمي، إذا نتساءل اليوم عن أثر هذا الإحياء بنفوس الكيان الصهيوني ومن يحاول أن يلتف حول الكيان الصهيوني ويدعمه في حرب الإبادة الجماعية مثل ما ذكر دكتور حيدر. الصوت عندي غير واضح، الصوت عندي غير واضح جدا يعني. إذا الصوت واضح عندك أستاذ إبراهيم؟ عند الصوت غير واضح. الصوت غير واضح. ننتقل بين ما يتم تصليح هذا الخلل الفني إن شاء الله، ننتقل بالسؤال إلى ضيفنا من طهران الأستاذ مصدق بور، ينضم لنا عبر سكايب. رحب بك أستاذ مصدق. أهلاً وسهلا بكم. يا أهلاً وسهلا بك أستاذ. مثل ما هو معروف طبعاً اليوم يتم إحياء يوم القدس العالمي، انطلقت هذه المسيرات والاحتفالات بهذا اليوم، يوم القدس، من طهران وأكثر من 1000 مدينة إيرانية. فشون كان الوضع اليوم في إيران إذا تقربنا أكثر من واقع العاصمة طهران وباقي المدن الإيرانية؟ نعم، شكرا جزيلا، تحياتي لكم ولضيفين كريمين ولمشاهديكم، حياك الله، ورمضان كريم عليكم إن شاء الله. طبعا يعني كما كان متوقع، نحن يعني منذ سنوات، منذ بداية الثورة الإسلامية عندما أرسى سماحة الإمام الراحل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قواعد هذا اليوم الذي يسماه بيوم الله، لأنه يوم القدس في الواقع هو الدفاع عن أقدس قضية إنسانية، قضية دينية، قضية إلهية، يعني هي لا تمت فقط بالصلة إلى الجانب الإسلامي وإنما أيضا الجانب المسيحي وحتى الجانب اليهودي، وبالتالي هذه القضية هي فعلا قضية يوم الله، يعني دفاع أولا عن القدس كما قلت، يعني أقدس المقدسات، وأيضا الدفاع عن الحرية والدفاع عن السلام والدفاع حتى عن الديمقراطية، يعني هذه عملية وهذا مشروع ضخم جدا متعدد الجوانب، ويتفق تماما مع القانون الدولي الذي يعني يدعو إلى السلم، في حين ليس هناك تطبيق، ولكن يوم القدس هو يناهض من يعادي السلم، يناهض من يعادي الديمقراطية، ويناهض من هو ضد قيم السماء والقيم الإنسانية والقيم الإسلامية. نعم، في إيران هذه السنة أيضا كانت المناسبة أو الاحتفالية كانت كبيرة جدا، خلافا لما ربما كان يتوقعه كثيرون لأسباب عديدة جدا، ربما أسباب اقتصادية، ولكن هذا على شيء، يعني هذه مشاركة شعبية، وإنما تدل على أن الشعب الإيراني همه الأول والأكبر هو عقيدته وإيمانه، أما الوضع الاقتصادي فهو متفهم، يعني إذا كانت هناك صعوبات اقتصادية يعرف يعني أن الكيان
الغاصب للقدس ومن يدعمه من الولايات المتحدة الأمريكية وقوى الشر الغربية الإمبريالية هي من تفرض هذا الحظر على إيران. المشاركة أستاذ مصدق اليوم كانت فقط مشاركة شعبية أم أنه مشاركة حكومية في هذه المسيرات؟ لا، هي مشاركة طبعا حكومية وشعبية، يعني هي ليست فقط في طهران، ربما طهران نموذج يعني، ولكن كل المدن الإيرانية خرجت عن بكرة تبيها، يعني حتى القرى اليوم كانت تحتفل بهذا. نحن كنا نشاهد على صفحة أو شاشة التلفاز يعني لقطات مباشرة من كل القرى والمدن الإيرانية وهي تحتفل بهذه المناسبة، يعني احتفالات كبيرة، وربما هناك أمور أخرى تميز هذه المناسبة عن المناسبات السابقة، يعني عن الدورات أو الفترات والاحتفالات السابقة، السنوات السابقة العالمي. كما قلت يعني إيران تعيش اليوم في ظروف حساسة جدا، وهناك مواجهة مباشرة وغير مباشرة مع الكيان الإسرائيلي، مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الإمبريالية التي رح نتطرق إن شاء الله خلال التغطية إلى معركة طوفان الأقصى والانتصارات المتحققة من قبل الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية. صوت أستاذ إبراهيم واضح إن شاء الله؟ أستاذ إبراهيم السراج إن شاء الله، إن شاء الله واضح الله. عندك؟ إن شاء الله. نعم، أعيد سؤالي أستاذ إبراهيم من الناحية الإعلامية. ذكرت أنه إحنا اليوم نشوف هذا التفاعل الكبير مع يوم القدس العالمي في أغلب بلدان العالم وكل الأحرار حول العالم، سواء العالم العربي الإسلامي وكل المدافعين على هذه القضية والمهتمين بها. أثر هذا التفاعل اليوم وإحياء هذا اليوم في كل سنة بقوة أكثر اليوم في نفوس الكيان الصهيوني وقادة هذا الكيان. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك الكرام. حياك الله. سأجيبك حول ما سمعته. أولا يعني منذ تحدثنا عن معركة طوفان الأقصى أو معركة طوفان الأحرار، المعركة بدأت في 27 الأول 2023. نعم. بدأت بشقيها، الشق العسكري للعمليات العسكرية والشق الإعلامي، وطبعا كان التركيز جدا كبير من قبل الفصائل المقاومة، من قبل محور المقاومة في فلسطين وفي بقية البقاع، تركيز على التغطية الإعلامية الكبيرة التي كانت تتم عبر وسائل، أغلبها طبعا كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ركزت الفصائل أو ركز المحور المقاومة ركز على عملية تسويق قضيتين. القضية الأولى هو الإجرام الصهيوني الذي مارسته عصابات نتنياهو، وركزت على تسويق أيضا الانتصارات الكبيرة والتعامل الإنساني للمحور المقاومة لحماس مع الأسرى الصهاينة، وهذا بالتأكيد كان له دافع كبير جدا على تنمية الرأي العام الدولي تجاه القضية الفلسطينية وعلى رفع معنويات. وهذا أنا اللي أتساءل عنه أستاذ إبراهيم، اليوم أثر هذا التفاعل على الكيان الصهيوني الفلسطينية. أنا تابعنا منذ الأيام الأولى، رغم يعني أتذكر أنه في الأيام الأولى بعد 3 أيام من بدء معركة طوفان الأقصى، نتنياهو أصدر أمر باستهداف الصحفيين وباستهداف وسائل الإعلام التي تغطي المناطق التي تم استهدافها من محور المقاومة. وبالفعل يعني هناك لا توجد هناك صور أو فيديوهات عن الاستهداف الذي تعرضت له إسرائيل داخل العمق الإسرائيلي كمستوطنات أو كقواعد عسكرية، وحتى في قضايا الاشتباك. وبالتالي نعتقد أنه استطاع محور المقاومة أن يقود المعركة الإعلامية بمهنية وبموضوعية، وأن يسوق كل الانتصارات ويسوق أيضا الجرائم التي كانت ترتكبها. لذلك تجد أنه حجم التأثير سواء في محيطه المحيط الإقليمي والدولي كان كبير جدا. لاحظ حضرتك أن هذا التسويق وهذا أستاذ إبراهيم، هذا راح يضعف من الأكاذيب اللي يحاول دائما يسوقها الكيان الصهيوني وإعلام الكيان الصهيوني عن أنه انتصارات الكيان بحق الشعب الفلسطيني، وأنه الإبادة الجماعية اللي يرتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني هي كجزء من رد على المقاومة الفلسطينية. يعني هو بالتأكيد فشل الكيان الصهيوني بذلك. يعني في قضية اقتحام مجمع الشفاء كان نتنياهو يبحث عن نصر حتى لو كان إعلامي. طيب. فذهب إلى عملية اقتحام، وبالتالي كان هو يتحدث عن معلومات استخباراتية ناقصة أن هناك قيادات حماس في أو غرفة عمليات حماس موجودة في مجمع. طيب. خلينا أرجع مرة ثانية إليك دكتور حيدر.
اليوم أثر هذا اليوم يقتصر فقط على الجانب العاطفي والشعبي، أكو أبعاد سياسية لإحياء يوم القدس العالمي، خصوصا إحنا مثل ما نعرف أنه المعركة مستمرة منذ أكثر من 6 أشهر، والمعركة لها أبعاد سياسية إعلامية اقتصادية. فأسأل عن الجانب السياسي وأهمية هذا اليوم بالنسبة للجانب السياسي. لا، من المؤكد هو حينما خطط لمثل هكذا مشروع أو لمثل هكذا حدث ولمثل هكذا يوم، كان مخطط إلى على أن هناك تتحول إلى أبعاد سياسية على أرض الواقع، وهو فعلا ما يحدث. يعني تلاحظ أنه هذا التفاعل الجماهيري هو عادة ما الجمهور يحتاج إلى دائما من يحرك من يذكر، دائما من يحاول أن يؤجج في العواطف. اليوم تلاحظ أنه واحدة من المؤججات للعواطف الشعبية، من المؤججات للعواطف الإسلامية، من المحركات لمشاعر المسلمين تجاه الأقصى، تجاه القدس، تجاه القضية الفلسطينية، هو يوم القدس العالمي، على اعتبار أنه في كل سنة تلاحظ أن الجمهور تبدأ وسائل الإعلام تغطي مثل هكذا أحداث، الجمهور يتحول، القيادات الشعبية، القيادات السياسية، القيادات الجماهيرية تتحول وهي تتحرك بهذا الاتجاه وتشارك فيه وتتفاعل مع هكذا حدث. هذا كله من المؤججات لمشاعر الجمهور العام. هذا قد يأثر سياسيا اليوم بداخل الكيان، يعني الكيان دائما ما يسوق أكاذيبه على شعبه أو مستوطني في فلسطين وحتى دول العالم الثانية ويحاول يكسب تعاطفهم. فهذا الثبات من قبل المقاومين، من قبل الأحرار حول العالم، بكل سنة شقد راح يضعف من هذه الحجة عند الكيان؟ يعني أولا هي عملية تذكير على أنه هناك شعب أبيد، وهناك شعب غصبت أرضه، غصبت حريته، غصبت حياته كذلك، مثل ما شاهدنا في ما جرى من أحداث من عقيب أحداث طوفان الأقصى، اللي إلى الآن وصل قرابة 30,000 شهيد، ما بين يعني أطفال، وما بين نساء، ما بين كبار، ما بين ناس. معظم هؤلاء لم يقل مو أقول معظمهم بل الغالبية العظمى منهم هم لم يكونوا مشاركون لا في المعركة ولا مقاتلين ولا زهقت أرواحهم نتيجة أنه المواجهات العسكرية، وإنما هم مجرد ناس كانوا ساكنين في بيوتهم ما حسوا إلا القذائف تقع على سقوطهم وتقع على رؤوسهم وتتحول، وإذا تتحول هذه البيوت إلى ركام وتتحول هذه الأجساد التي كانت قبل لحظات هي تمارس حياتها الطبيعية إلى تنتقل إلى بارئها. وشفنا أنه وصلت الحالة حتى الناس تبحث عن أكفان ما تجدها. هذا يعني معناها شنو؟ معناها عملية أنه تذكير بأن هناك مثل ما اليوم نرى ما يحدث في طوفان الأقصى وما يحدث الآن من هتك لحرمة الإنسان وانتهاك لحقوق الإنسان على أرض الواقع، صدقوني هو ما كان وما جرى سابقا وكذلك فعل بالشعب الفلسطيني مثل ما يحدث الآن. اليوم سابقا تسمع أن الشعب الفلسطيني باعوا بيوتهم وهم اللي طلعوا، هم اللي باعوا بيوتهم، هم اللي تنازلوا عن أماكنهم، هم اللي كذا. أقول إذا كانت هذه الأكاذيب ممكن تنطلي على الإنسان سابقا، لكن اليوم ما ممكن، لأنه اليوم احنا نرى بأم أعيننا كيف ينتهك الإنسان. اكو شاهد اليوم الشاهد يعني هذا الإنسان. سابقا نسمع انه رواية او كذا او قيل او ذكرت في الكتب او بعض المعلومات، اليوم لا، المعركة موجودة، طوفان الأقصى موجودة، ونشوف الإبادة الجماعية. وبعيدا عن طوفان الأقصى، يعني بعيدا عن انه ما حدث من ردة فعل المقاومة الفلسطينية، لا، الآن أنا أقول فلننظر إلى لو كانت إسرائيل تريد أن تستهدف المقاومة، فهذه المقاومة موجودة هي ليست بعيدة عنهم وليست متخفية عنهم، بل حركة المقاومة تطلع، والناطق الرسمي يطلع يمكن يوميا يطلع هو يصرح وعنده لقاء أو عنده تصريح وواضح حسب النتيجة. يعني ما أقوله أن قادة المقاومة ورجال المقاومة ليس هما دائما المستهدفين، فلنقول ان اللي صار عمليه الاستهداف صار للابرياء، فما يحدث الان من انتهاك، وهذا هو ديدن الكيان، انه يبتعد عن المواجهه المباشره ويستخدم الاباده الجماعيه ويحاول يأجج الراي العام في داخل او الراي الشعبي في داخل هذه المدن الفلسطينيه الامنه ضد المقاومه الفلسطينيه وضد رجال المقاومه. طبعا انا استاذنك دكتور وضيوفنا الاكارم ان ننتقل الى بعض المعلومات الهامه عن يوم القدس العالمي واللي حمل الشعار في هذه السنه من طوفان الاقصى الى طوفان الاحرار. طبعا مثل ما ذكرنا انه هذا اليوم اعلن الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه في عام 1979 في شهر رمضان المبارك، وهو يوم لمواجهة المستضعفين للمستكبرين بكل أنحاء العالم. موعده طبعا مثل ما هو معروف هو الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك من كل عام،
ويصل عدد الدول المشاركة في هذا اليوم العالمي لأكثر من 80 بلد عربي وإسلامي. شعار هذا اليوم مثل ما وضحنا هو من طوفان الأقصى إلى طوفان الأحرار. نتساءل كذلك عن أهمية إحياء هذا اليوم، يوم القدس العالمي، إلى أهمية في عدة نقاط، أبرزها عدم التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني وإعطاء قضية فلسطين بعداً عالمياً، ورفض صفقات بيع فلسطين أو المساومة بحق الشعب الفلسطيني، كذلك الاعتراف بفلسطين، ومثل ما هو واضح ومعروف ومنذ السابق إلى الوقت الحاضر ومستقبلاً، فلسطين كدولة مستقلة وتتمتع باستقلالية على خارطة الجغرافيا العالمية، كذلك التأكيد للاحتلال أن بقاء في فلسطين هي مسألة وقت ليس أكثر، وهذا ما تأكدنا من عنده من خلال معركة طوفان الأقصى. على الرغم من كل المعارك، معارك الإبادة الجماعية اللي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، نلاحظ ثبات الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية بوجه الكيان. فاصل قصير إن شاء الله وبعدها نكمل مع ضيوفنا الأكارم تفاصيل هذا التغطية. رحب بكم مرة ثانية وانتقل لضيفنا الأستاذ مصدق. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بأحاديثه وأقواله دائما ما يربط يوم القدس بنصرة الشعوب المستضعفة والأحرار حول العالم، بعد أكثر من 4 عقود على إحياء هذا اليوم، هل نجح هذا اليوم؟ نتساءل اليوم بتأكيد هذه الأحقية وهذه المشروعية لهذه الشعوب. أستاذ عباس سؤال موجه لي لو الأستاذ مصدق. الصوت ما واضح عند الأستاذ مصدق. أنتقل لك أستاذ إبراهيم، ونذكر شعار يوم القدس لهذا العام من طوفان الأقصى إلى طوفان الأحرار، فإذا تفسر لنا من وجهة نظرك ككاتب صحفي وإعلامي عن أهمية ودلالات هذا الشعار بهذا العام. نعم، يعني بالتحديد أن الذين يتعاطفوا مع القضية الفلسطينية هم فقط أحرار العالم، وبالتالي أنا أعتقد أن الإمام الخميني في هذا هو حفز النفس البشرية وحفز البشرية بصورة عامة على ضرورة أن توضع أولويات القضية الفلسطينية في قلوب الجميع وفي عقول الجميع، وراد من ذلك. يعني هو الآن أراد، يعني بعد مرور 4 أشهر على الثورة المباركة الإسلامية المباركة، أراد أن يطلق لهذه الثورة أو لهذه القضية الفلسطينية من الأولويات ويضعها في سلم الأولويات بعد أن كادت أن تكون قضية منسية. لذلك أنه أعطاها هذا البعد الكبير باعتبار أن الحرب هي أو الصراع الآن هو صراع بين الحق والباطل، الصراع بين المستضعفين وبين قوى الاستكبار الدولية العالمية، الصراع هو بين الظلم وبين القوى الطغيان الدولي التي تحاول أن تستضعف الشعوب. أعطاها هذا البعد الكبير واعتبرها قضية الأحرار. وبالفعل يعني الآن ليست كل الصحفيين والكتاب يتعاطفون مع القضية الفلسطينية، فقط الذين ربما لديهم نوع جذوة من صحوة الضمير في التعاطف مع القضية الفلسطينية. ولاحظ حضرتك الأستاذ عباس، القضية الفلسطينية قضية أصبحت قضية الإنسانية جمعاء عندما أخرجها الإمام الخميني رضوان الله عليه من بعدها الإقليم الضيق إلى هذا المحور إسلامي إنساني دولي عالمي. الآن هذا هي بالأساس أستاذ إبراهيم، اليوم هذه القضية وهذه الحقوق وهذه الأرواح اللي والجرائم اللي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، بعدها تحتاج إلى أقلام أو إلى صحفيين يجاملون على حساب الشعب الفلسطيني على مود الناس والعالم يعرفون شنو دا يصير بداخل الفلسطين وبداخل غزة وغيرها من المدن الفلسطينية. يعني تعرف أستاذ عباس إنه المعركة هي معركة، أنا أعتبرها معركة فكر، وبالتالي هذا الفكر اليوم الذي الآن تحاول بعض وسائل الإعلام سواء في دول التطبيع أو غير دول التطبيع أن تجامل على دماء حساب دماء الشعب الفلسطيني.
هذا الصراع صراع فكري اكثر ما هو صراع عسكري. راح تقدر تغير من هذه الحقيقه الثابته بحقيقه الشعب الفلسطيني؟ لا طبعا، يعني انا اعتقد هذا البعد الكبير وهذا الاهتمام عندما تقام احتفالات في 80 دوله هذا ليس بالشيء الهين على 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 كيان الصهيوني الذي يحاول ان يدفع القضيه الى خانه النسيان. اليوم الصراع الفكري موجود الان، ولكن من الذي يتصدى له؟ الاقلام النيره، الاقلام الحره، الاقلام التي لا زالت تقف بالضد من قوى الاستكبار العالمي، وليس اقلام التطبيع. لاحظ حضرتك هناك كثير من الصحفيين الاجانب يعملون في مؤسسات اجنبيه بعد ان معركه طوفان الاقصى غردوا بتغريدات لصالح القضيه الفلسطينيه، تم فصلهم في سي ان ان وفي بي بي سي، وهذا هذا بالتاكيد جزء من حرب الكيان الصهيوني اتجاه القضيه الفلسطينيه. ارجع مره ثانيه لي استاذ مصدق، اذا الصوت واضح عندك. استاذ مصدق ضيفنا من طهران. نعم اسمعكم. نعم تفضل. اسال عن الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه. دائما عندما نطلع على احاديثه واقواله يربط مصير الشعوب المستضعفه والمستضعفين حول العالم باهميه هذا اليوم، يوم القدس العالمي. فاتساءل بعد اكثر من اربعه عقود، هل نجح هذا اليوم بنصره المستضعفين والاحرار حول العالم؟ نعم بالتاكيد، يعني انا اعتقد يعني سر النجاح الاساسي كما تفضلتم، يعني سماحه الامام الخميني الراحل هو اخرج هذه القضيه من بعدها العربي القومي وحتى الإسلامي، يعني أعطى بعد إنساني. وبالتالي هذا البعد الإنساني هو الغالب حاليا على هذه القضية. يعني لاحظ اليوم، أنا لا أعتقد يعني ما يحدث من مقاتل رغم الجراح رغم كل الدماء التي تسفك، ولكن بالتأكيد هناك انتصارات بامتياز، يعني تحققت لصالح الشعب الفلسطيني ولصالح المقاومة. يعني اليوم الدم ينتصر على السيف، يعني كما هو الحال بالنسبه لحركه سيدنا الامام الحسين عليه السلام، الدم ينتصر على السيف. يعني مظلوميه هذا الشعب، يعني لاحظ الجانب الانساني كم له تاثير. مظلوميه هذا الشعب عندما يشاهد الناس يعني على الكره الارضيه يشاهدوا هذه المشاهد الفظيعه، يشاهدوا كيف يقتل الاطفال وكيف تقتل النسوه وكيف يقتل الشيوخ والمدنيين وكيف تدمر البنى التحتية والمرافق في هذه المدينة وفي مدن فلسطينية أخرى. يعني هنا يولد شعور إنساني قوي، وبالتالي نلاحظ يعني هذا الشيء حتى أصبح غير قابل للتحمل وحتى لا يطاق. يعني صدقني حتى في داخل إسرائيل، يعني نفس اليهود الموجودين هناك، البعض منهم طبعا، نلاحظ يعني عندما يخرجون في تظاهرات ويطالبون بوقف الحرب، هذا هو دليل على ان هذه الصور وهذه الامور، يعني هذه المظلوميه انتصرت. يعني نحن يجب ان لا نعول على الاعلام كثيرا ولا نعول على الاذرع الاعلاميه للاسف يعني في اسرائيل. نحن اليوم نواجه هذه المشكله، يعني انا كل ما احضر على شاشه اشاهد امامي اثنين من هذه الاذرع، يعني يجادلون وكانهم بعيدين وليسوا عربا ولا مسلمين وبعيدين عن القضيه الفلسطينيه، هو يتناقشون ويجادلون ويسميتون ويريدون ان يشككوا في مواقف. هذه الاذرع استاذ مصدق، نقدر نقول راح تتحدد او يتحجم دورها من خلال هذه المناسبات مثل يوم الارض او حتى هذا اليوم يوم القدس العالمي وهذه المشاركه الواسعه باغلب بلدان العالم. انا اعتقد نعم هذا الشيء تحقق، يعني تحقق بنسبه ملحوظه. يعني ربما في السابق هذه الاذرع عندما كانت تتحدث ولم يكن هناك انذاك يعني انفتاح معلوماتي وانفتاح اعلامي، ربما كان الكثيرون يصدقون، البعيدين عن الارض الفلسطينيه ربما كانوا يصدقون. ولكن اليوم حتى لو تحدثوا بهذه النبره وبهذه الطريقه، انا اعتقد المشاهد يبغضهم، والمشاهد لا اساسا يمقتهم ولا يهتم بكلامهم. لاحظ يعني هناك باعتبار الاكاذيب صارت واضحه، يعني أنا من قبل نتنياهو وغيره من جنود الكيان الصهيوني وامريكا وغيرها من البلدان المسانده. ارجع لك مره ثانيه دكتور، اعلان هذا اليوم باخر جمعه من شهر رمضان المبارك، ومثل ما نعرف اهميه هذا الشهر وقدسيته عند المسلمين، فبالتالي ربط الجانب العقائدي والديني مع البعد السياسي مثل ما ذكرنا في بدايه تغطيتنا واهميته بالنسبه لهذا اليوم، اعطى للقضيه اكثر اهميه ولهذا اليوم اكثر اثر سواء عند الشعب الفلسطيني او في نفوس الكيان الصهيوني؟ من المؤكد أن أفاد القضية بصورة عامة عفوا؟ لا
يعني من المؤكد ان اختيار سيد الامام الراح رضوان الله عليه هذا اليوم او هذا اخر جمعه من شهر رمضان. انتم تعرفون ان شهر رمضان هو الشهر عادة ليوحد جميع المسلمين، تتفق المسلمين فيه على صيام هذا الشهر، تتوحد عواطفها، تتوحد أخلاقها، نوعا ما تنسجم في أخلاقها، تنسجم في سلوكها، أكو هناك نوع من الشعور والارتباط الوجداني بين جميع المسلمين والحالة التعاطف في هذا الشهر المبارك، خصوصا في الشهر في العشر الأواخر، هي يعني متحدة فيما بينها في أنه ليلة القدر هي في العشر الأواخر، ويوم جمعة فيما بينها أنه أن هذه العشر الأواخر هي أشهر الطاعة، أشهر العبادة، أشهر الارتباط بالله سبحانه وتعالى. يعني هو كان ينظر، التصور أن السيد الإمام كان ينظر من زاويتين. الزاوية الأولى هو ينظر في منظار أنه هنا هذا اليوم هو ما يوحد المسلمين، أو أن هذه الأيام هي ما تكون شعارا للوحدة الإسلامية من جانب، ومن جانب آخر هو أن يستثمر فيهم هذا البعد الروحي والارتباط بالله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، في هذه العشر الأواخر من شهر رمضان. وهناك أكو توجه ديني، أكو إحساس بالانتماء للإسلام، إحساس بالارتباط بالله، الإحساس بالارتباط بالقضايا المهمة جدا في الإسلام. هذا عزز من دور المسلمين أو أهمية هذه القضية بالنسبة للمسلمين، وأنه دائما لازم نعرف أنه أكو فلسطين، أكو شعب فلسطيني تنتهك حرماته وتغتصب حقوقه من خلال هذه المناسبات. يعني مثل ما قلت لك، هو من المؤكد أن الناس، الإنسان حينما يعيش حالة معينة، أنت اليوم مثلا لو تتحدث مثلا في ظاهرة معينة، أنت تجيب في الظاهرة معينة ولكن الناس ما عايشة في جوها العام، ربما سوف تكون الفوائد مالتها ما أقول قليلة جدا، أو على أقل تقدير سوف تكون أقل التأثير في المجتمع. لكن لما اليوم الآن اليوم أنت حضرتك مثلا لما تصير أكو حادث معين وتغطيه بنفس اللحظة بنفس الأجواء بنفس الظروف، تلاحظ أن الكل يتابع هذا البرنامج. لكن إذا سويته بعد أسبوع مثلا غطيته تقل أهميته وتقل متابعته. كذلك الآن اليوم المجتمع الإسلامي في شهر رمضان أكو هناك جذوة للارتباط بالله، أكو هناك حالة إسلامية واضحة، أكو هناك شعور إسلامي، انتماء للإسلام، ارتباط بالله من خلال الصيام، من خلال هذه العبادة، من خلال هذه الشعائر. ثم في هذا الوقت أنت تذكر، تقول لهم أن هناك مسألة ترتبط بالإسلام، ترتبط بالإنسانية، ترتبط بالوجود الإسلامي، ألا وهو قضية القدس، هذا الشعب، قضية هذا الشعب المنتهك، قضيتكم الإسلامية التي يجب أن تدافعون عنها. أنا أتصور اختياره في هذا الوقت هو لأن هذا الجو العام هو جو الارتباط بالله، هو جو الجذوة الدينية، لذلك اختار هذا الوقت. في هذه الليالي أقول في هذه الجمعة، نعم في الجمعة، أنت تعرف المسلمين هو عيد المسلمين هو الجمعة، فأفضل وقت لي أنه يتفاعل المسلم هو في شهر رمضان، في العشر الأواخر، في آخر جمعة من شهر رمضان. قضية إنسانية وقضية حقوق. أنتقل لك أستاذ إبراهيم، اليوم التفاعل مع القضية الفلسطينية وأهميتها صار محرج لبعض الأنظمة العربية أو بعض القادة العرب ورؤساء الدول. يعني دائما ما نشوف إحنا موقف رؤساء هذه الدول يختلف عن موقف شعوبها، حتى لما نشوف بعض التغريدات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي أكو اليوم فد فوارق ما بين الرأي الشعبي والرأي الحكومي. فالإعلان والتفاعل مع مثل هذه الأيام والقضية الفلسطينية عامة، أكرر مرة ثانية، صار محرج اليوم عند بعض الأنظمة العربية؟ اولا يعني استاذ عباس، دعني اقول لك شيئا، يعني الانظمه العربيه صحيح طبعت ولكن الشعوب لم تطبع. وهذه يعني القضيه الفلسطينيه، شوف انا احكي لك في القضيه انه احدى المؤسسات الامريكيه الرصينه في عمليه استبيانات والاستطلاعات، هذه اجرت استبيان اعتقد في مصر وبعض الدول العربيه حول ردود الافعال حول محور المقاومه. طيب قبل هذا الاستبيان نتائجه كانت الدعم لمحور المقاومه 4%، بعد طوفان الاقصى 44% ارتفعت ردود الافعال الدعم والتأييد والنصره لمحور المقاومه. لاحظ ذلك، لاحظ النسبه قد فرق اكثر من 40%. فرق اكثر ليش؟ لانه هذه الشعوب العربيه المبتلات بانظمه التطبيع لم تجد رده فعل مناسبه ازاء الاجرام الصهيوني، لم تكن هناك ردة. الردة من أين؟ جاءت من محور المقاومة، من جمهورية الإسلامية، حزب الله، فصائل المقاومة في العراق، في سوريا، في اليمن، في حماس. لاحظ ذلك،
لم تكن يعني هذا الإجرام الصهيوني ماذا فعلت؟ قمتين عربيتين، قمة في القاهرة وقمة في الرياض، ماذا فعلوا؟ بيان تنديد بائس كبؤسهم، ولم تكن ولم يكن سوى الموقف العراقي الواضح الشجاع إزاء دعم القضية الفلسطينية. كل هذه كان موقفا يختلف عن المغرب، ربما فقط المغرب وتونس كان لها مواقف، ولكن بقية الأنظمة. وإذا نتساءل اليوم عن دور محور المقاومة تجاه الكيان، يعني أولا المحور، خب هسه احنا تحدثنا عن المحور، المحور دخل في هذه المعركة منذ اليوم الأيام الأولى، لم يكن متفرجا لا في العراق ولا في سوريا ولا في اليمن ولا في لبنان ولا في الجمهورية الإسلامية. كانت هناك ردة فعل قاسية، لأنه يعتبر هذه قضيته، يعتبر هذه قضية، قضية فلسطين، قضية المحور بصورة عامة، لأنه فلسفة المحور المقاومة تأسست على نصرة المستضعفين، ويجد ان القضية الفلسطينية الآن خذلت من الأنظمة العربية، بل ان الأنظمة العربية تحولت، هذا يحمي رفح حتى لا تدخل لها المساعدات، وهذا يحمي الحدود الأردنية حتى لا تصل الأسلحة والرجال الى 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 الضفة الغربية، تحولت بل بأموال، بأموال دفعت لهم أموال في ذلك، اشتروا هذه الجيوش. لذلك ماذا كان تعول الشعوب العربية على محور مقاومة؟ أي كل يصفق عندما يستهدف اليمن سفينة محملة بالأسلحة تذهب إلى دعم إمدادات الكيان الصهيوني، أي كل يصفق ويرفع القبعة، أي كل يصفق عندما تستهدف الجبهة الشمالية من كتاب حزب الله، من حزب الله، وأيضا في العراق عندما تستهدف محور مقاومة العمق الإسرائيلي. بالتالي رد محور المقاومة، بلدان محور المقاومة اليوم واضح اتجاه الكيان واتجاه أمريكا وغيرها من البلدان اللي تدعم هذا الكيان بحربة ومعركة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. انتقل لك أستاذ مصدق، اليوم مثل ما وضحنا دور بلدان محور المقاومة اتجاه الكيان الصهيوني، نتساءل عن أثر هذا الدور في معركة طوفان الأقصى واختلاف مناسبة يوم القدس العالمي بهذه السنة عن السنوات السابقة. نعم، أنا سأجيبك يعني من الشق الأخير. الاختلاف كبير جدا، يعني اليوم يعني الاحتفالات كانت يعني بشكل غير مسبوق حتى في جميع أنحاء العالم، ويجب أن أشير إلى هذه النقطة، نقطة في غاية من الأهمية. يعني وسائل الإعلام، هناك كانت الكثير من الفضائيات المعادية أساسا هي لجبهة المقاومة وللجمهورية الإسلامية الإيرانية، هي كانت دائما تقاطع يوم العالم مليار القدس حتى لا تشير إلى هذا اليوم ولا تذكره مطلقا، يعني هي كانت تتجاهله، حتى أنهم افتعلوا يوم قدس آخر وكانوا يروجون له. ولكن بالأمس أنا فوجئت يعني في بعض بينما يتم إصلاح هذا الخلل. انتقل لك دكتور حيدر، طوفان الأقصى وانتصارات المقاومة الفلسطينية ووضع الكيان المربك من خلال الصورة العامة اللي نتابعها، من خلال تصريحات رئيس هذا الكيان نتنياهو وغيره من قادة هذا الكيان، ترسم لنا اليوم صورة لمستقبل هذا الكيان من خلال هذه الدلالات، وشنو هي الصورة هذه اللي ممكن نستنبطها أو نعرفها من خلال هذه المعلومات والدلالات؟ يعني أحاول أن أقرأ الأحداث قراءتين، مرة قراءة دينية وما ترتبط بالجو الديني وما ترتبط بالروايات، ومرة أقرأها قراءة سياسية. المرة القراءة السياسية، معظم مرجعياتنا الدينية وشخصياتنا وقياداتنا الدينية كان لها تصريح واضح، ولعله تصريح سيد الإمام الخامنئي كان واضحا أن إسرائيل سائرة إلى زوال. طبعا ليس فقط السيد الإمام القائد الخامنئي كان هذا التصريح، لا، وإنما معظم القادة الدينيين صرحوا بأن ما يحدث من أحداث هو كأنما هي بداية النهاية لإسرائيل، بداية النهاية للكيان الصهيوني ولهذه الغدة السرطانية التي زرعت. هذا مبني فقط على طوفان الأقصى؟ لا طبعا، بالنتيجة ليست فقط هي الأحداث السياسية أو الأحداث اللي الآنية ممكن يقرؤون من خلالها، لا، وإنما هناك مجموعة من الآيات، مجموعة من الروايات اللي يستشفون من عدها. الله سبحانه وتعالى دائما هو يحدد أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. واحدة من سنن رب العالمين أنك إذا نصرت الله حاشا لله أن يخذلك، فلا بد أن الله سبحانه وتعالى أن يتفضل على هذا الإنسان ويكون أكرم من هذا الإنسان حينما ينصر هذا الإنسان أخاه الإنسان ويحترم هذا الإنسان ويحترم دمه ويحترم وجوده ويحترم كيانه، فإن الله لا بد أن يحترم ذلك الإنسان ولا بد أن يدافع عن ذلك الإنسان. ولذلك
تجد مثلا في آيات أخرى أن الله يدافع عن الذين آمنوا، ليست المسألة الدفاع أن إنسان يدافع عن إنسان، ينتظرون مثلا يقولون لماذا لم مثلا نجد أن فلان مثلا أو الحزب الفلاني أو الدولة الفلانية دافعت عن المقاومة أو دافعت عن فلسطين. أقول أن المدافع الأول والأخير هو الله سبحانه وتعالى، وهو ما ننتظره. هذا في الجانب الديني. في الجانب السياسي ما تلاحظ أن بعد قبل أيام قلائل هذه المظاهرات اللي طلعت مثلا للمستوطنين المواطنين الإسرائيلي حينما يخرجون ويطالبون دولتهم ويعتبرون دولتهم أو حكومتهم حكومات مقصرة تجاه أبنائها وحكومات متخاذلة وحكومات ما كانت همها أن تدافع عن أبنائها، هذا لم يكن متعارف عند الكيان الصهيوني. عادة ما كان الشعب عادة متفق ويا الجو العام يسوق أنه هو عند مستوى إمكانات عالية العسكرية والاقتصادية والأمنية. طبعا هذا ما الحكاية التسويق للإمكانيات العسكرية الإسرائيلية والرد الإسرائيلي والقبة الحديدية. يا أخي لو تقرأها إحنا في الحقيقة في العلوم السياسية واحدة من الاستراتيجيات اللي نقرأها في العلاقات الدولية واحدة أنه كيف أن تتكون عندك قوة ردع قبل أن تكون عندك قوة قتال، لابد أن تكون عندك قوة ردع حتى تكون هي اللي قبل عملية القتال. المشكلة هذا اللي كان يسوقونه أنه، لكن لما أجينا شفنا قوة الردع الإسرائيلية اللي كانوا يتحدثون عنها وكأنها شيء أقرب إلى الخيال. أنا في بعض الأحيان كنت من أقرأ عنها أتخيل بصراحة، كنت أتخيل أنه يعني إسرائيل وكأنه واصلة إلى شيء. هذا ما نسمع يقول لك مرة القبة الحديدية، مرة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية والكيان الصهيوني هي الأولى عالمية وجيشها أقوى جهاز مخابرات بالعالم بعد CIA هو جهاز الموساد. يا أخي ما هم الشباب اللي بإمكانياتهم بسيطة بأدوات إمكانيات بسيطة وكذا استطاعوا أن يقتحمون العمق الإسرائيلي وأن يعني يحدثون مثل هكذا هزة ومثل هكذا عملية نوعية اللي ما كانوا يتوقع من يعني ما كانوا يتوقع في يمكن في بلد عادي ما تتوقع مثل هكذا. يعني احنا استغربنا مثلا في بلدان عادية من ناحية الضبط الأمني استغربنا أن تحدث مثل هكذا أحداث، وإلا في إسرائيل ما كنا نتوقع بل ما نتصور أن يحدث مثل هذا الذي حدث. طيب وين الأجهزة، وين الجهاز الأجهزة المخابرات، وين الأجهزة الأمنية، وين الموساد، وين الأجهزة الداعمة لجهاز المخابرات الإسرائيلي، وين هاي الأجهزة اللي كانت انتهت ما شفناها، والقبة الحديدية فترة بسيطة وأيام القبة الحديدية ما شفناها يوم اللي سقطت العشرات بل يمكن الملايين من الصواريخ اللي هي مصنوعة بصناعة بسيطة جدا، يعني مو بصناعة اللي نستطيع أن نقول دول متطورة هي اللي صنعت هذه ومصانع عالمية اللي صنعت هذه الأسلحة حتى نقول ممكن. لذلك أنه حقيقة الكيان الصهيوني اليوم صارت لكل العالم. انتقل لك أستاذ مصدق إذا صوت واضح عندك. نعم واضح. نعم يدعي البعض مثل ما هو معروف أنه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عن يوم القدس العالمي وإعلانه لهذا اليوم كانت عملية استعراضية إعلامية، بينما الأكثر يؤكد أنه هي معركة سياسية استراتيجية أمنية لنصرة الشعب الفلسطيني ولنصرة الأحرار حول العالم. فتعليقك عن هذا الموضوع. نعم صحيح، هذا الكلام كان موجود، يعني في البداية كانوا يقولون ما يعني مناورة استعراضية، لأنهم كانوا يحاولون يعني كانت هناك مقاربات لديهم، كانوا يحاولون أن يعني النموذج الإيراني يطبقوه على النموذج العربي. في بعض الدول العربية كانت هناك انقلابات وشعار الفلسطيني تحرير فلسطين كان في صدر يعني شعارات الانقلابيون الذين قاموا بهذه الانقلابات، ولكن عندما يسيطرون على السلطة ويستقرون يتجاهلون هذا الشعار. والقضية الفلسطينية كانوا دائما يتاجرون بها، هم كانوا يظنون أن إيران على نفس الحالة، ولكن هذا الشيء غير صحيح. أساسا أريد أن أؤكد على هذه النقطة، هذه الثورة الإسلامية هي ولدت من رحم قضية القدس. يعني هذه الثورة رجال هذه الثورة قبل انتصار هذه الثورة، يعني سواء على صعيد الفكري الإمام الخميني الراحل كان يعني هو منذ البداية كان الهم الفلسطيني همه، السيد رفسنجاني، السيد الخامنئي، هناك مؤلفات يعني في ذلك الوقت هم قاموا بنشرها، كانت لديهم
أنشطة في هذا الخصوص وتعرضوا إلى السجن في نظام السابق إبان نظام الشاه، ولكن قادة الثورة الإسلامية مثل الدكتور الشهيد شمران وغيره كانوا يتلقون تدريبات وكانوا منخرطين في صفوف المقاومة الفلسطينية، والشاه كان شرطي دركي للولايات المتحدة الأمريكية ويزود إسرائيل بالنفط والطاقة، وبالتالي كانت هناك يعني معركة منذ ذلك اليوم بين الجبهة التحررية جبهة الصمود العربية الإسلامية والشاه الذي كان يمثل الجبهة الرجعية أيضا والجبهة الإمبريالية، وبالتالي هذه الثورة انتصرت يعني منذ ذلك الحين، وشعار فلسطين هو شعار وإيران لا تهاجر، وهذا ما يؤكد استمرار اليوم الجانب الإيراني بالدفاع عن هذه القضية والتمسك من مبادئها لإطلاقها الدستور الإيراني الإمام الخميني رضوان الله تعالى. نعم، لا يمكن يعني تجاهله، وكما قلت يعني اليوم الاحتفالات ازدادت أكثر، حتى الفضائيات التي كانت تقاطع يوم القدس هي أصبحت مضطرة ولا حيلة في يدها سوى أن تبث هذه الأخبار، يعني هم اليوم ينشرون مثل هذه الأخبار وتكاد كأنها يعني هي دعوات للشعوب الأخرى في هذه المنطقة، وحتى الاستمرار بإحياء هذا اليوم لأكثر من 45 أو 46 عام، ما من المعقول اليوم أنه إحنا فد استعراض إعلامي يستمر لكل هذه المدة الزمنية. لا غلط. أنتقل لك أستاذ إبراهيم السراج، شنو اليوم المطلوب أكثر؟ اليوم إحنا عدنا إحياء لهذا اليوم وهذه المناسبات الهامة بتخليد القضية الفلسطينية، عدنا مشاركات بأغلب دول العالم وفي بلدان محور المقاومة، شنو لازم نتعلمه أكثر ونعطي أكثر لهذه القضية حتى ندعمها؟ يعني بالتحديد أنه لا يكون يوم القدس هو فقط هذا اليوم أنه إحنا نذكر القضية الفلسطينية، وهذا مهم جدا أنه ندفع باتجاه أن تكون هذه القضية حاضرة في ذهن جميع الأحرار، وبالتالي نعتقد أنه هذا يعني أولا التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني، اثنين أنه يجب أن نظهر، وهذه هي رسالة كل الإعلاميين الشرفاء الأحرار الإعلاميين الذين يتمتعون بالمهنية والموضوعية وبالضمير المهني، يجب أن نظهر جرائم الاحتلال الصهيوني وهذه مهمة جدا. اليوم الاحتلال من خلال منصات فيسبوك وإكس والمنصات التي تابعة أو أنها مرتبطة ببريطانيا وأمريكا، هذه تحاول أولا حذف المقاطع الفيديو التي تبرز وتوضح فعلا حجب حتى للحسابات الشخصيه. نعم، بالضبط اللي تطرح هذه المواضيع، بل تتجسس على صاحب الحساب وتحاول ان تغير واقع، لكن في النفس في الوقت في المقابل تحاول ان توضح. مثلا احكي لك قضيه، البارحه كان تصريح لبايدن حول استنكاره لقتل خمسة من العمال الغاثة الدوليين في إحدى المنظمات من قبل الكيان الصهيوني، لاحظ في ذلك الوكالات الداعمة، يعني هذه وجهة النظر الأمريكية القاصرة. نعم، أستاذ إبراهيم صارت واضحة يعني يصرح عن خمسة وما شايف أكثر من 35 ألف فلسطين نجلهم من يومية أكو إبادة جماعية، لم يصدر بايدن إدانة واستنكار، فهذا هو النفاق الأمريكي هذا. أنا أعتقد هذا يجب أن نوضح، يجب أن نسترسل في عملية التركيز على هذه. وهذا جزء من دورنا ودوركم أستاذ إبراهيم. أنا أشكرك أستاذ إبراهيم السراج الكاتب والصحفي، كذلك أشكر من الاستوديو الأستاذ الشيخ الدكتور حيدر الشمري أستاذ العلوم السياسية، وأشكر الأستاذ مصدق بور الباحث والخبير السياسي انضم لنا عبر سكايب من طهران. أشكر لكم كذلك مشاهدينا الكرام على متابعة هذه التغطية، الأمنيات إن شاء الله بالاستمرار، ومثل ما ذكر السيد الخامنئي أنه كل يوم هو يوم قدس لنصرة الشعب الفلسطيني، والاستمرار بدعم هذه القضية باعتبارها هي قضية الإسلام الأولى وقضية الأحرار حول العالم. نلتقيكم بتغطيات أخرى إن شاء الله، في أمان الله.